نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. البداية بالحدث بعد الفاصل. في المستهل استشهد أكثر من 25 فلسطينيا وجرح العشرات الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على منزل لعائلة طباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرح العشرات. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح الجمعة في قصف للاحتلال استهدف شمال مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال الحربية قصفت مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم نصيرات، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات. ويأتي استهداف المخيم الجديد وسط قصف جوي ومدفعي مستمر منذ ساعات بالتزامن مع عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال وسط قطاع غزة. في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب أكثر من مجزرة في محافظات قطاع غزة خلفت 20 شهيدا خلال 24 ساعة. المصدر أضاف أن الاحتلال قصف يوم الخميس بالمخيم الجديد في النصيرات مسجدين ومدرستين، بالإضافة إلى قصفه سوقين مكتظين بالمدنيين في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط العديد بين شهداء ومصابين. المكتب شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعر اهتماما ولا احتراما لمشاعر المسلمين بحلول عيد الفطر، بل واصل عمليات القصف والاستهداف والقتل والتدمير، مما يؤكد إصراره على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق المدنيين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن آخر حصيلة للشهداء، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 120 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة وفي بيان لها الجمعة كشفت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33,634 شهيدا وأكثر من 76,200 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت ركام وفي طرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أحد أفراد طواقمه متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء إخلاء مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة. الهلال الأحمر الفلسطيني وفي بيان له أكد ارتفاع عدد شهداء طواقمه إلى 27 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، لافتا إلى أن 17 منهم استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني. يا عمو نزل.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 13 ألف فلسطيني يوجدون في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو شهداء في مقابر جماعية عشوائية أو أخفوا قسرا في سجون مراكز الاعتقال الصهيونية، وبعضهم تعرض إلى القتل داخلها. المرصد الأورومتوسطي دعا إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على الاحتلال لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة الركام بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية أو أخفوا قسرا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية، وبعضهم تعرض للقتل داخلها. ندعو إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن الحركة ما تزال تسعى إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. هنية وفي تصريح لوكالة رويترز شدد على أن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تزال إلى غاية هذه اللحظة تماطل وتتهرب من الاستجابة للمطالب المقدمة للتوصل إلى اتفاق. وتعود الاحتلال، نحن نسعى إلى ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة العدو الصهيوني يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب ومن تقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل للاتفاق. وبشأن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى اغتيال 3 من أبنائه، أكد هنية أن ادعاءات الاحتلال بشأن سبب استهدافهم كاذبة، مشددا على أنه يحاول فقط تبرير هذه المجزرة، لافتا إلى أن الضحايا هم جزء من الشعب الفلسطيني ومسيرته. يعني طبعا هذه ادعاءات كاذبة وتبرر هذه المجزرة وهذه الجريمة، وتعود الاحتلال الإسرائيلي على تمرير جرائم ومجازر، وحتى حرب الإبادة الجماعية بأكاذيب وبسرديات وروايات كاذبة ومفترة. كيف يمكن لشباب كما يدعي متوجهين لأن ينفذوا عملية وهم معهم أطفال؟ يعني هذا في قمة الاستخفاف بالعقل البشري. هؤلاء كانوا في يوم عيد، كانوا في زيارة الأرحام. شوف احنا بالنسبة لنا يعني شعبنا الفلسطيني مصالحه مقدمة على أي شيء، وأبنائنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة، والذي يضبط إيقاع المقاومة في الميدان ويضبط إيقاعها في السياسة هي استجابة الاحتلال الصهيوني للمطالب التي نتمسك بها على الدوام. أكدت المقاومة الفلسطينية أن استشهاد أفراد من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يزيدها إلا تمسكا بمواقفها وإصرارا على إفشال كل مخططات الاحتلال من خلال عدوانه على قطاع غزة أو عبر مسار المفاوضات. يغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددا من أحفاده في خطوة لا تخلو من نية الضغط على الحركة وكسر عزيمتها. أهي مجرد امتداد لعدوان أدرك شهره السابع وهمجية لا تستثني أحدا في غزة، أم أن في اختيار الهدف والتوقيت رسائل يريد الاحتلال أن يبعث بها لقلب الموازين وتحقيق إنجازات في المفاوضات بعد نكسات ميدانية متتالية؟ من المحتمل أن يكون هذا العمل هو محاولة للتخريب على المفاوضات الجارية، ظنا منهم أن استهداف أبناء القائد إسماعيل هنية ممكن أن يؤثر على المسار والموقف الفلسطيني الراسخ بالطلب بوقف العدوان وإدخال المعدات وإعادة الأعمار وانسحاب الإسرائيلي من
حادث اغتيال يرسخ قاعدة متجددة تؤكد على اندماج قادة المقاومة الفلسطينية وأبنائهم مع أبناء الشعب الفلسطيني، ويدحض في المقابل مزاعم الاحتلال الذي يحرض على قيادات حماس وعائلاتهم في الخارج. هذا الكيان يستهدف مجموع الشعب الفلسطيني بكافة فئاتهم وانتماءاتهم وتياراتهم كبارا وصغارا، وبالتالي الموقف الفلسطيني الواضح والصريح والمعلن، نطلب بوقف اطلاق النار، نطلب انسحاب هذا العدو من غزة، نطلب الفتح مسار سياسي يوصل الى الاعتراف بالحق الفلسطيني الطبيعي والشرعي بارضه وكيانه. ادعاء لا يقبله الفلسطينيون حتى المعارضون لحماس، هكذا دحضت صحيفة هارتس الإسرائيلية مزاعم الاحتلال بأن أبناء إسماعيل هنية كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم في سيارة رفقة أطفالهم. وحسب الصحيفة العبرية فإن أي اغتيال يطال كبار مسؤولي الحركة قد ينظر إليه في إسرائيل على أنه إنجاز استخباراتي وتكتيكي، لكنه لا يشكل تغييرا استراتيجيا ولن يؤدي إلى تراجع في المواقف التفاوضية. نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لطائرة صهيونية من نوع كواد كابتر أكدت أنها سيطرت عليها في سماء المحافظة الوسطى من قطاع غزة. أهو الزمان يدور ونحن ندور معه لنجد أنفسنا مجاهدي سرايا القدس نواجه هذا اللفيف وهذا الإفساد الذي جاء من أصقاع الأرض ليجد له مكانا على أرض لا أصل ولا جذور له فيها. شعبنا الفلسطيني الأبي، إن الله اختارنا سبحانه وتعالى لكي نكون أبناء الجيد وأبناء الاختيار الرباني العظيم لعباد له أولي بأس شديد لتأدية المهمة المقدسة والمسطرة بأحرف من نور في كتاب لا ريب فيه يتلى إلى يوم القيامة. شعبنا الفلسطيني الأبي، نتقدم إليكم بالتهنئة الحارة من سرايا القدس بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله علينا، وقد نصرنا الله عز وجل على هذا العدو المجرم بإذن الله تبارك وتعالى. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. بمبادرة الجزائر وغويانا وسلوفينيا اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع البيان الصحفي بشأن العمال الإنسانيين وخطر المجاعة بقطاع غزة. وأعرب أعضاء المجلس من خلال البيان الذي عقد بشأنه جلسة الجمعة عن قلقهم البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي، مشددين على ضرورة المساءلة وإجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الجريمة. كما دعا المجلس إلى الرفع الفوري لجميع الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع، وبذل المزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة لسكان غزة. بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وبقطاع غزة على وجه الخصوص في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من نصف عام. بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الوزير عطاف تلقى الخميس مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر والتنسيق بشأن الاستحقاقات الوشيكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. استقبلت غزة عيد الفطر هذا العام وسط الدمار والخراب والفقدان، وعلى وقع القصف الهمجي الصهيوني في ظل أوضاع إنسانية كارثية جراء الحصار. مع ذلك يحمل أطفال القطاع في قلوبهم ما هو أقوى من دبابات الاحتلال وهمجيته التي لم ترى البشرية لها مثيلة. البراءة في غزة عصية على الاحتلال،
عاشت يوميات العدوان الهمجي بكل تفاصيله. رغم ذلك صنعت فرحة العيد على أنقاض البيوت المدمرة. احنا رغم الدمار طلع شايف كيف دارنا، احنا رغم كل اشي بس احنا لازم نعيش حياتنا، لازم نلعب. احنا كنا في جباليا لما خش اليهود علينا شفنا الاسلحة معهم كانوا تخطفوا، فحسينا انه كل اشي حلو وجبت هذه اللعبة وقعدت العب فيها. يولد الامل من رحم الالم. انهم اطفال غزة، ليسوا كبقية اطفال العالم. لا يعرف اليأس طريقا إلى قلوبهم، يعيشون كارثة حقيقية بعزيمة فولادية، لأن وعيهم كبير بتاريخ قضيتهم، وهم مستعدون لكل أشكال العدوان الهمجي، وكلهم طموح بالتحرر من براثن الاحتلال، فهم مشروع المقاومة مستقبلا. وإحنا زي ما احنا عارفين نعيد الفطر بشكل عام بكون في كل شوارع قطاع غزة سعادة لكل الأطفال. طبعا إحنا اليوم في هذه المخيمات ما في كان سعادة، لكن رغم الصعاب ورغم كل التحديات قررنا أن احنا نسعد كل الأطفال ونصنع ونزرع البسمة على كل وجه طفل. الإبادة الجماعية في غزة زرعت الحزن في كل شبر من القطاع المنكوب، فرغم ألم فقد الأب والأم والأخ والصديق، ما تزال براعم غزة صامدة في وجه آلة القتل، ولم تفلح مشاهد الموت والدمار والرعب في كسر تمسكها بالحياة. بعض الأطفال هذولا أبو استشهد، أم استشهدت، أخت استشهدت، في حزن في كل مكان. هنا العيد هذا مختلف في كل مقاييسه، أصعب وأعطى العيد المر في تاريخنا هذا. عشرات الآلاف منهم نزحوا مع عائلاتهم، وآخرون دمرت منازلهم على رؤوسهم جراء القصف. معظم ضحايا العدوان من الأطفال وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. ومع تلك المأساة يبقى هؤلاء حريصين على خوض غمار المعركة عندما يحين وقتها. في الضفة الغربية استشهد الجمعة شاب فلسطيني في مدينة طوباس بعد إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على مركبة كان يستقلها. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لسيارة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على السيارة ومن بداخلها، ليتم لاحقا انتشال الشهيد منها بعد أن تركتها قوات الاحتلال قرب مفترق طمون. ويأتي استشهاد الشاب ساعات قليلة بعد ارتقاء شاب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نشرتنا متواصلة. وفي شأن آخر، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في الضربة الجوية التي استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في دمشق ولم يكن لها دور في ذلك. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إلى أن واشنطن حذرت طهران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو لمهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين على حد تعبيرها، مشددة أن بلادها لا تريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة. من الواضح أننا لا نريد أن ينتشر هذا الصراع، لقد كنا واضحين جدا بشأن ذلك، وكنا واضحين جدا في أننا كما تعلمون بالنسبة لإيران
لسنا ضالعين أو متورطين في ضربة دمشق. لقد أبلغنا إيران بأن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في هذه الضربة، وحذرنا إيران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو مهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين. سأكون حريصة جداً على عدم التحدث أبعد من هذا أو توضيح المزيد، لكننا كنا واضحين. هذا وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلياتها في سوريا على نحو يجنب تصعيداً كبيراً وأنها لن تتعجل في ذلك. وأضافت رويترز أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نقل رسالة إيران إلى واشنطن خلال زيارته إلى سلطنة عمان، حيث طلبت طهران ضمانات بعدم تدخل الولايات المتحدة إذا نفذت إيران هجوما منضبطا على إسرائيل، وهو ما رفضته واشنطن في ردها عبر عمان. كما أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على ضرورة رد بلادها على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، مشددة على أنه كان من الممكن التغاضي عنه لو ندد به مجلس الأمن الدولي. وأضافت البعثة على منصة إكس أنه لو كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد ندد بالعمل العدواني المستحق للتوبيخ من جانب النظام الصهيوني على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق، ثم جعل الجنات يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن تجنب معاقبة إيران هذا النظام المارق على حد تعبير أو تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق على حد تعبيرها. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها ناقشت مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع المتأزم في الشرق الأوسط. بيربوك وفي مؤتمر صحفي لها الخميس مع نظيرها تشيلي حثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس، مضيفة أنه لا يمكن لأي طرف أن تكون له مصلحة في تصعيد إقليمي أوسع نطاقا وفق تعبيرها. في هذه الأيام أصبحت جميع خطوط الهاتف الدبلوماسية ساخنة لمنع أي تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، ولا ينبغي لأحد أن يصب الزيت على النار الآن، ولا يمكن لأحد أن يكون له أي مصلحة في اندلاع حريق مع عواقب غير متوقعة تماما. جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة مدعوون للتصرف بمسؤولية وضبط النفس مع وضع كل هذا في الاعتبار، وقد تحدثت أيضا مع نظيري الإيراني في هذا الشأن اليوم. بدوره دعا الكرملين الخميس كافة البلدان في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى وفق وصفه. وفي تصريح له قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لم تتلقى أي طلب للتوسط بين إسرائيل وإيران، واصفا بالمقابل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بأنه انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي. من الواضح أننا ندعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس. كما تعلمون نحن ندين الغارة الجوية على السفارة الإيرانية، إنه انتهاك لجميع مبادئ القانون الدولي، والآن من المهم للغاية أن يحافظ الجميع على ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار الكامل للوضع في المنطقة، وهو وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ بمستقبله بأي حال. في شأن آخر، أكدت منظمة العمل ضد الجوع أن أكثر من 3.4 مليون شخص في حاجة عاجلة إلى الاستجابة الإنسانية في تشاد نتيجة التدفق الهائل للاجئين الفارين من الحرب في السودان ونقص التمويل. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنه تم تسجيل حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن المقاطعات المضيفة للاجئين في شرق تشاد تعد من بين المناطق الهشة للغاية في البلاد، إذ تعاني من ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية،
مشددة على أن وصول اللاجئين أضحى يفاقم الاحتياجات بشكل كبير. هذا وطالبت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الخميس طرفي النزاع في البلاد بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على المدنيين، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها. البعثة الأممية وفي بيان لها أبرزت أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 أبريل 2023، مؤكدة أن أكثر من 6 ملايين شخص قد نزحوا داخليا، في حين فر حوالي 2 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة، بينما يحتاج ما يقارب 24 مليون شخص إلى المساعدات، منهم 18 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد. بشأن السوداني مشاهدينا، نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة. إلى اللقاء.